بغيت نوريكم مراحل ديالي انا اللي كنعمل في البسطيله. هذه هي الطنجره اللي طيبت فيها الجداد كما كتشوفوا. هاد الطنجره طيبت فيها الجداد غير بصله واحده مشلطه، ها هي ملي طاب جداد زولته. هاد الطنجره ملي بقى فيها داك المرق عملت فيها هنايا تقريبا 10 بيضات. 10 بيضات ما طربوهمش بزاف، غير خلطوا لهم الصفر شويه مع البيض وكبوهم وبقاو ديوهم وتجيبوهم حتى كيتجمعوا هكذا عقده، وهاد الماء راه كيزول من بعد انا غنصفيهم. المهم هاد الطنجره شنو فيها؟ هاد الطنجره كانت عامره بالبصل. هاد الطنجره عملت فيها بصل شلطت رقيق، عملت فيه العطريه وعملت فيه واحد جوج كنور جداد، اولا اذا عندكم الماء جداد يعني الشوربه جداد. المهم خليتها طابت مزيان، من بعد عملت لها شويه سكر والقرفه، عسلتها هاد البصيله كما كتشوفوا. انا هذه هي الطريقه ديالي. دابا هاد الجداد غنزولو، انا ما غنفتوش بزاف، كنفتو طريفات كبار، وديك الساعه هذه غنصفيها مزيان ونكملوا مع بعضنا كيفاش الطريقه ديالي انا البسطيله. بغيتو توضيح اكثر ديك الساعه نعمل لكم فيديو خاص بها. بحق هذا كنظنها هي باينه، وباش يجي الفيديو خفيف ظريف وما نطولش عليكم. المهم انا ملي اي ايطاب عملتها جديده ما واضحاش غنشاركها معكم. بحق هذه الايطاب المهمه، يعني المرق اللي طاب فيه هذا عملت فيه بيضات وبقيت كنجمعو حتى تجمع هكا، وغنقطر منه هاد الزيت وما وكلشي بحال هكا، نخليه يقطر على خاطر حتى يهبط منه هادشي كامل ولا عملوه في شي شبيكه. المهم ها هي البسطيله ديالي، جمعتها خلطتها عملت لها بصيله معسله، عملت لها كلشي، خليت على شويه البصل معسل باش نعمل على وجهها. كما قلت لكم انا ما خصنيش نعمل فيها اللوز. المهم انا غنلويها ونوريكم غير الطريقه كيفاش كنلويها، نجوزها معكم الفيديو بسيط دغيا. المهم حرفت لي في الزواقه صراحه ما نكذبش عليكم، بحق انا اصلا كنت خصني نعمل الورده. انا نقول لكم الشكل اللي عملتو بها باش زاق لي الورقه، قسمتها على جوج وجمعتها من هنا وعملت لها الطبيلات بحال هكا، وهنايا واحد الطريف لويتو زعما فحال لاصو، لان خصني هنا نغبر مثلا سكر بلاصي وهنا قرفه ولا. المهم ديك الساعه نشوف كاش نغبر. هذه الباستيله ديالي شوفوا، كنتمنى تكون جات عند حسن الظن، المذاق ديالها غالبا غيكون مزيون شكر راسو. وطبعا هذه هي الروينه ديال الباستيله، كيعجبني نخبي عليكم حتى شي حاجه. هذه الروينه نجمع ديك الروينه ونكملوا الفيديو. هابي بالي كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بألف خير خوتي. كنتمنى لكم صحه جديده وعام جديد وتعيدوا وتعاودوا بالصحه والهنا ان شاء الله. وتقول لهم عيد مبروك، عيد مبروك تعيدوا بالصحه ما عرفتي. قول لهم عيد مبروك. ما عرفتي. قول لهم مبارك عيد مبارك سعيد. ما عرفتي. غير قول. وما عرفتي. هدايا قول لها هدايا بابا. عيد مبارك عيد بالصحة لهنا. تهلاو في راسكم اخوتي.
هيا عيدة يا برنسيسة، وريني حوايج. عد البورصو، عد السنيس الأخرى. دور نشوفك، زيد دور بصحة. إذا كنتي مزيونة كنت بالدلابة، دابا رجعت بالكسبة. قولوا لهم مبروك العيد. مبروك العيد، تعيدوا بالصحة والنصر طول العمر. وهذا البطل. أنتو حوايج؟ أنا سوبرمان. أنتينا سوبرمان؟ يلا وقف وقف. يلا وقف معوض. دور وريني اللورة، دور وريني حوايج. هاي هاي زيد دور نشوف، دور نشوف بصحة كبيدة. قولوا الله يعطيك الصحة. بصحة بيبا. قبيح انت قبيح. لا تينا ميزي. هذه هي الشلاضة اللي عملت. مهم انا اصلا كل عام كنشارك معكم نفس المكونات نفس كل شيء، كيبقى غير الديكور كيختلف. مهم هي هذه لهاد العام، وهذه هي البسطيله اللي وريتكم المقادير ديالها كيفاش جات. دابا خصنا نشوفوا المذاق.